كان انت تسوي كده بتسيب الكويت؟ انت تعمل كده؟ لو سمحت انت تعمل كده؟ وتدي امي مغلك وتدي امي بعد اذنك بص الجيران يا خلي الادب بعد اذنك بقول بص الجيران بعد اذنك بقول لك بعد بص بعد اذنك تشيل هذا ما يشتغل خلاص بعد اذنك هين يلا بعد اذنك هين